جون بدري وانه جه جون بدري، معلش سامحوني يعني. اصل في جون جه بدري نتاج لعبه لازم يعني السخن على طول. لا ليه حتى ليه، ما انتوا بتوع كوره يا جماعه اكتر مننا. صحيح. يعني هناك فرق بين ان انت تنزل شايف التيم عامل ازاي وما لحقتش تشوف ده جون دخل حضرتك. لا طبعا لا كنت تلحق تشوف حتى لو في 30 ثانيه على حسب اللي انا عايز اقوله يعني. اللي هو السنغال، سيبوني اقول اللي هو السنغال ده الفرق بقى. ناس واقفه، في كابتن بيتكلم، في زعمه في الفريق، بس مش زعمه. خدت بالك من اللي انا خدت بالي منه اللي هي نقطه ايه؟ اليو سي سي لما كوليبالي اتكلم او واضح ان اللعب مش عاجبه. ايوه. فاليو سيسي عمل ايه؟ اليو سيسي ده اللي هو مدير الفني اللي هو بقاله سبع ثمان سنين، وكوليبالي ده واحد من اغلى واغنى لاعبي العالم. طبعا. عمل ايه؟ قعد يقول مش عارف ايه ولا باصي ويعمل ومش عارف ايه. شفنا الكلام ده على جت على الكاميرا. ما عرفتش عليك هو ده اللي قصدك عليه ولا لا. انا اكلم حضرتك اهو ليه؟ لانه دي مش زعمات اوانطه. بمعنى ايه؟ مش كل حد كابتن الفريق. خلي بالك في واحد كابتن وفي اثنين ثلاثه كمان يملكوا نفس الخاصيه، انه في كل في خط على الاقل يعني. وبالتالي لما انت في 30 سنه كنت تلاقي الكره تك 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 وعرضيات وقطع ملعب وكذا، فعرفت فتعرف ان انت لما يجي جون تقول ده احنا لعبنا لغايه الدقيقه وشويه بتوع الجون عالمي. لكن انت لما كوره تيجي من هنا تروح من هنا، فمصطفى محمد بامكانياته الخاصه يعمل الترن اللي عمله ده ويجيب جون، فجون جه مبدئيا، ولا يقلل من مصر ولا اي حاجه. لكن اي تيم يا جماعه مهما كان قدرات وعظمه لاعبيه، الامال موجوده، مفيش حد يلاقي لعيبه قد اللعيبه اللي في القائمه بتاعتنا، عشان محدش بس يفكر ان احنا يعني بنحب مصر. لا بالعكس. لا بالعكس عصام، حضرتك كنت قلت قبل كده ركز دايما في الماركت فاليو بتاعت المنتخبات او الفرق. مصر 135 مليون يورو، مليون يورو. موزمبيق 25. تعال انت بقى شوف الناس الفرق كبير يا جبت. اللي بتقاتل على ان كل الحكايات بالنسبه لها مكاسب، بدءا انه لو بيلعب في موزمبيق في فرق المنتصف هيلعب في فرق المربع الذهبي، إذا ما اشتراهوش نادي كبير هيشتريه نادي في القارة له صيت وسمعة وليكن نادي الأهلي مثلا، إذا ما كانش دول ولا دول هيروح أوروبا مثلا درجة تانية، فشوية ويبقى عنده طموح وأمال إنه يلعب فيرست يعني في الفيرست ديزيشن هناك. وبالتالي الناس عندها كلها مكاذب، وإحنا عندنا ناس بتلعب من أول المدير الفني اللي خد حاجات كده على قد فهمي والتور اللي الواحد عمله مع فرق الكورة. لما تبقى واخد فتوح وعندك قلق جواك، ما انا لو لعبت قوله خده عشان يغيظ الزمالك فتقعده. الله، ده انت يا راجل دي فرصتك الوحيده انك تلعبه بالباور اللي عنده، لانك انت انصفته واديته حقه. لما تبقى ما انتش قادر تميز ان النني ها ينفع معانا تقديرا لوجوده، وانك انت تيجي على فرقه زي موزمبيق دي وتلعب بتفندر واحد وامام عاشور وزيزو، انت بتكلم موزمبيق وده اليوم اللي هتفرد فيه شخصيتك. انت الفتاوة رايح تلعب لي بتفندرين تمام، وتحط حمدي مع النني كمان علشان الناس تبقى فيه علاقات كروية يعني مختلفة بينهم وبين بعض، محدش قادر يقول للتاني اروح ولا تستنى انت، ثم حجازي لغاية ما خد طلقة في دماغه وانت مش عايز تغيره، وعشان انت خدت ياسر مجبرا تقوم تطلعه بره التشكيل خالص. انت بتكلم من نفسك ولا بتكلم